هذا وعقد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات قبل قليل مؤتمرا صحفيا ردا على بيان مجلس الوزراء، وأكد الاتحاد على مشروعية الإضراب وفقا لما استقرت عليه القواعد القانونية، معتبرا التهديدات الحكومية الخاصة بمعاقبة المضربين لا مكان لها من الوجود في بلد تحكمه القوانين. التأكيد على مشروعية الإضراب وفقا لما استقرت عليه القواعد القانونية والتي سبق أن أشرنا إليها في بياناتنا السابقة، فضلاً عن الحماية التي استبقتها النصوص القانونية، عليكم حال مطالبتكم بالحفاظ على حقوقكم المقررة، حقوقكم المقررة لكم بموجب القوانين ذات الصلة أو المكتسبة بموجب عقود أو اللوائح الإدارية للشركات وما وردت بها اتفاقيات ثنائية أو ما صدرت بالأحكام القضائية. إن مثل هذه التهديدات لا مكان لها من الوجود في بلد تحكمه القوانين، وإن الجميع تحت مظلته بعد صدورها. ونؤكد أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سوف يتخذ كافة الإجراءات اتجاه أي ظلم يقع على العامل وضد أي مسؤول يخالف نصوص القانون. هذا الإضراب ما هو إلا للحفاظ على ما نتمتع به من مميزات تم انتقاصها من قبل قرارات صدرت من مؤسسة البترول.